Audio رئيس مجموعة فودار غروب. احنا كنتواجدوا دابا في المقر ديال إدارة المهرجان اللي بدا اليوم بالتورنوا ديال لي زيشيك، وكاين تورنوا ديال ليبيا وداكشي. المهم خلال هذا اليوم هذا غيكونوا عاوتاني هنا في الحي البرتغالي، في المسرح ديال الحي البرتغالي غيكونوا لي ماريونيت. دونك احنا مكلفين بالجانب ديال الفنانين التشكيليين، غادي تكون عندنا تقريبا 150 فنان تشكيلي اللي غادي يجيو من المغرب. انا بدينا اليوم كنستقبلوا بعض الفنانين اللي هما بعاد. غدا ان شاء الله غادي يكون الحي البرتغالي، غادي يكون عباره عن يعني مرسم مفتوح في الهواء الطلق، يعني في الازقه ديال الحي، في الممرات، في سميتو في الباركينغ لاور هنا بباب البحر فوق لي رومبار. غادي يكونوا دي بيرفورمانس، يعني فنانين تشكيليين اللي غادي يخدموا على المباشر، فنانين تشكيليين اللي غادي كاين معنا واحد الفنان اللي هو كيتسارع في اللوحات ديالو، غادي يدير لنا واحد دو شو مع الوليدات ديال الحي، غادي يكونوا محترفات لفائدة أطفال الحي، غيكون عندنا محترفات أخرى ديال ذوي الحاجات، الإعاقة، ومجموعات أخرى اللي هي مساعدانا في هذا سميتو، غيجيبوا وليداتهم، غادي تكونوا معنا فنانين اللي هما كبار في السن. غتكون اوسي غتكون مسابقه ديال لي جون طالون لا بينتور فلا سكولتور. كاين عندنا البرومي بري، دوزيام بري، ترويزيام بري بالنسبه لي دو كاتيجوري، الفن التشكيلي يعني الرسم والصباغه والنحت، كيف ما كاين في الحديقه ديال محمد الخامس غادي تكون مسابقه ديال لو شون، يعني الغناء والموسيقى. كاين مسابقات اللي غادي تكون، كاين لو بروميير شيك في 6000 درهم، لو دوزيام شيك في 3000 درهم، لو تروازيام في شيك في 1500 درهم. دونك لي كات سيري خصهم يكون عندهم لي شيك ديالهم. غدا غادي تدوز اللجنه اللي غادي تزور هذوك المتسابقين باش ياخذوا المعلومات عليهم وداكشي. نهار الحد الصباح غادي نعلنوا على شكون الفائز الاول والثاني والثالث. دونك هو الحي البرتغالي غادي يولي فحالو فحال الا بغينا نشبهو شويه لجامع الفنا، يعني غادي تكون الموسيقى الشعبيه، كاين قناوه عساوه، فنانين تشكيليين اللي كيخدموا على المباشر. وكنشكروا الجريده ترونتيس، شكرا، بارك الله عليكم.